بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعقد هذا الملتقى الذي يضم قادة وثوار 17 فبراير بالإضافة إلى المؤسسة العسكرية والقادة العسكريين وحكماء وأعيان ليبيا ومجالس البلديات. الغاية والغرض من هذا المؤتمر هو بعد أن تفاءل الشعب الليبي خير بمبادرات الأمم المتحدة ومؤتمر جنيف الأول والثاني، مؤتمر برلين الأول والثاني ومؤتمر جنيف وحوار إقدام، استفاجأ الجميع ان هناك استقرار وامن في ليبيا، لكن نتفاجأ بنهايه الامر باصدار قانون هزيل من برلمان طبرق لادخال مجرم الحرب خليفه حفتر او المطلوبين للعداله الدوليه للانتخابات. عقد بهذه الاسباب عقد هذا المؤتمر او هذا الملتقى لرفض كل هذه التدخلات، لرفض ترشح خليفه حفتر للانتخابات التي قانونا لا يجوز له الانتخابات عسكريا وفي القانون الليبي ما لم يقدم استقالته قبل موعد الانتخابات بسنتين لا يحق له الدخول للانتخابات. ولكن الجميع شاهد المهزله والمسرحيه التي اقدم عليها مجلس النواب باصدار قانون 3 شهور وتقديم استقالته مؤقتا، كل هذه الاشياء رفضها الحاضرون، وهناك بيان سيصدر بهذا الخصوص. كذلك المطلوب العداله الدوليه للجنايه الدوليه سيف الاسلام القذافي، كيف يكون ترشح الانتخابات وهو مطلوب العداله الدوليه اسوا بالمجرم خليفه حفتر، كل هذه النقاط رفضها الملتقى، وسيكون هناك بيان رسمي صادر بخصوص هذه الاشياء. نتمنى امن واستقرار ليبيا ونجاح الانتخابات وتكون في موعدها ان شاء الله. We'll be right back.